أنا أخباري صالح من قرية مصمص، بتعلم دراسات شرق أوسط وتاريخ في جامعة بير السبع. قرية مصمص معروفة بأنها هي قرية الشاعر راشد حسين، أحد شعراء المقاومة. الوضع في القرى العربية هو وضع مأساوي اللي إحنا موجودين في اليوم، من سوء الخوارط الهيكلية، من ضيق الخوارط الهيكلية، أو كان من سوء البنية التحتية الموجودة في القرى العربية. بالإضافة لهاي إحنا اليوم بنعاني من شغلتين داخل القرى العربية. الشغلة الأولى هي قضية الميزانيات غير متوفرة بشكل 100% للمجالس المحلية، بالإضافة لقضايا اجتماعية اللي إحنا موجودين فيها مثل قضايا العنف وقضايا أخرى موجودة داخل المجتمع. فمؤسف جداً إنه إحنا اليوم نوصل لهاي الدرجة مجتمعنا العربي. مهم جدا انه احنا نعيد بلورة افكارنا ونعيد وقف هاي اعمال العنف الموجوده، ان كان بالاسلحه، ان كان بالقتل، او العنف ضد المراه، وكل هاي القضايا الموجوده داخل المجتمع. طبيعي اليوم العنصريه هي شكل من اشكال اليمين الموجود في الحكم، هو اللي فرض هاي السيطره العقليه على الجماهير. يعني احد القصص اللي مريت فيها بالعنصريه إنه كنا ندور يوم على دراء، وخلال اتصالنا بصاحب دراء إنه في إمكانية أرجع لكم، بسادر أنتوا عرب، إحنا عرب، طب برجع لكم. ولحد الآن إحنا بنستنى اتصال منه يرجع لنا على أساس إنه إحنا بدنا ناخذ دراء، وللأسف ما رجعش وأخذنا دراء وعايشين إحنا اليوم. تمنياتي في السنوات القادمة إنه يعم السلام وعم المساواة في العالم، وتسقط حكومة اليمين اللي هي داعمة للاحتلال، ويأخذ الشعب الفلسطيني حق تقرير المصير وبناء دولة الفلسطينية على حدود 67.